ماتشنا بكره ان شاء الله، خليني اخد العناوين. ماتش بكره 50 50 ولا شايفين في كفه اتقل من كفه كابتن ماهر؟ يعني انا بكره احساسي كده ان شاء الله باذن الله ربنا مين، ان احنا صعب جدا يا احمد هنلعب بوحشه المباراه اللي فاتت. يعني المباراه اللي فاتت دي مباراه في النسيان زي ما بيقولوا بصراحه، يعني خارج نطاق الخدمه بالنسبه لنا كاداره فنيه كلعيبه. لعيبه النادي الاهلي حاسه برضه بجماهيرها الفتره اللي فاتت، جماهير النادي الاهلي يعني زعلانه وغضبانه، ومن حقهم، واحنا قلنا الكلام ده كذا مره، قلنا من حق جماهير النادي الاهلي بالظبط، محدش يزعل من الجمهور ابدا، لما بيلومك او بيزعل منك فانت لازم تتقبل. وانا شايف ان اللعيبه الفتره اللي فاتت بتتقبل النقد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. اكتر ناس متضايقه من الماتش الاخراني ده اللعيبه نفسها طبعا، يعني طبعا اكيد اللعيبه بينها وبين بعضها طالعه يعني بالظبط. فالفتره اللي خدمت الراجل اللي كان فيه وقت كويس او خمس ايام، لكن طبعا بعد المباراه اللي فاتت الوقت برضك قليل ان الراجل يحط ايده. الراجل حط ايده على اجزاء كتيره جدا من السلبيات اللي موجوده بالنسبه للجانب الدفاعي وبالنسبه للسلبيات اللي موجوده في الجانب الهجومي. يعني يمكن انا كنت مع اسلام الشاطر وكنت حشيش كان موجود معانا، قلنا لازم الراجل يحط ايده، لازم الراجل يحط ايده. علم التدريب الحديث بيقول ان انا ممكن اخد من الوحده التدريبيه 10 دقائق اصلح فيها الاخطاء الدفاعيه في الوقفه في الميلان، فرديه ثم جماعيه. 10 دقائق هو بمناسبه كلام حضرتك، الجولين اللي دخلوا فينا اخطاء دفاعيه بالظبط، يعني الماتشين هو طبعا اي هدف في الدنيا اخطاء دفاعيه، بس خطا طبعًا. عن خطا بيفرق، لكن كانوا خطأين يعني ساذجين الى حد ما، وكان واضح يا احمد ان هو بيبدا يداوي الكلام ده، يعني بيبدا يسجل الكلام ده واخد بالك، ويبدا طبعا مع الجهاز الفني يبدا يشتغل عليه بشكل كبير. الجزء الثاني اتكلم على دوافع النادي الاهلي، يعني المباراه اللي احنا كسبناها كان في دوافع باينه قوي، شخصيه النادي الاهلي كانت باينه على ماتش فيوتشر كابتن الفيوتشر الماتش اللي فات بتاع بيراميدز، هو حتى اتفاجئ فين الدوافع، فين الشخصيه، ايه اللي جرى، حتى الحاجات اللي عالجناها الحاجات اللي اشتغلنا عليها ما حسيناش بيها. فالايام ديت هو بيتكلم مع اللعيبه على ان احنا لازم نستوعب الدرس، لازم نرجع تاني. الجانب النفسي طبعا مهم جدا بوجود الكابتن محمود الخطيب كمان مساند للجهاز، والكابتن الخطيب لما قعد معاه اداله الثقه دي، قال له احنا في ظهرك ومساندينك واشتغل ما تقلقش، وان شاء الله النتائج هتيجي خلال الفتره اللي جايه. الراجل اشتغل بناء على الثقه دي طبعا مع اللعيبه والجهاز الفني، واضح انه يعني نبذ اللعيبه وراهم العين الحمراء بشكل كبير من البدايه، وطلب منهم ان المباراه دي ان شاء الله بالنسبه لنا مباراه مصريه محتاجين ان احنا نكسبها عشان ناخد بطوله تدينا ثقه ان شاء الله لبطوله الدوري ان شاء الله باذن الله.